طبعا الروس بيقصفوا مثل ما قصفوا في سوريا المشافي والمؤسسات الحيوية والطرقات والمباني والمدن والأفران والأسواق، عملوا نفس الشيء بأوكرانيا. يعني احنا عم نحكي هلا دام الرسمي وفي صوت الطيران فوقنا، دائما هاي الرسائل الانسانيه، بنقول انه الانسانيه ما بتتجزا ابدا، وين في ظلم للشعوب، وين في قتل، وين في قهر، نحن نرسم رسومات عليهم. نحن بنعتبر هون بهاي الرسمي انه هذا المخرج يلي عم يخرج هاي الجرائم هو واحد، هو الروسي، وهون بهذا الشريط، شريط الجرائم تبعه يلي طالع من الفيلم، في جورجيا، في شيشان، في سوريا، واخر شيء اوكرانيا. ونحن بنعتبر انه هذا المخرج نفسه راح يقوم وينتج جرائم جديده في دول ثانيه اذا ما نوضع له حد. مع أول يوم شفت فيه أخبار عن قصف المدن الأوكرانية، أنا شعرت بحزن كثير كبير، لأني بعرف تماماً حجم المعاناة اللي رح تصير بالنسبة للمدنيين، خاصة المدنيين الأبرياء اللي هن توقفت حياتهم كلياً، المدنيين اللي خف أحد من أفراد عائلتهم اللي اضطروا يتهجروا مثل ما أنا تهجرت من مدينة حلب، فأتمنى إنه يكون في تحرك سريع لحتى توقف هاي الحرب.